بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله بنك أسئلة المتميز على مقررات شهر مارس، وأول نوعية الاختيار من متعدد. يلا نجيب في نمرة واحد قيمة المجهول. بص كده، التلاتة بقت 24، يبقى اتضربت في 8، نضرب تحت في 8، 8 في 8 ب64. طيب الصيغة اللفظية دي بتتقرأ ايه؟ 6 من 10. طب باللغة العربية 6 أجزاء من 10 يا مالك. طيب عدد الأجزاء من 100 في الكسر العشر ده سؤال جميل صراحة، ودايما يجي في الامتحانات يقول لك كم جزء من 100؟ يقوم يجي ولد يبص هنا ما يلاقيش أصلا جزء من 100، ويقول لي ده ما فيش إلا جزء من 10 يا مستر حامد. يبقى نعمل ايه؟ ننزل الأربعة وننزل الستة ونحط زيرو مكان الجزء من 100، بس تضيع العلامة. يبقى الإجابة كام؟ 460 جزء من 100 يا ولاد. يبقى المستر حط مكان الجزء من 100 زيرو، وضيع العلامة العشرية. يجي حد يقول لك طب ليه المستر ضيع العلامة العشرية؟ لأن كلمة جزء من 100 بالعربي بتحل محلها. السؤال اللي بعده، الخمس اتكرر مرة، 2 3 4، يبقى معنى الجمعية ان الخمس في كام؟ الخمس في 4، والإجابة 4. طب دي الأكبر ولا دي؟ والله ما نعرف. طب عايزين نعرف نوزن المسألة، هنا رقمين هنا رقم، يبقى نحط صفر. 2 جنيه 2 جنيه تعادل، ولكن 90 هي الأكبر. 90 من 100 أكبر من 75 من 100. 7 أجزاء من 10 بتتكتب 7 من 10، شبه دي يبقى علامة يساوي. الخمسة جنيه هي الخمسة جنيه. يوم يجي ولد يقول يبقى المتبقي 6. غلط يا حبيبي، ما اسمهاش 6، امال اسمها ايه؟ 6.0 يا حبيب قلبي، لانها كسر عشري. يبقى الاجابة كام يا جماعة؟ 6 من 10. طيب التلتين معناها تلت في ايه؟ معناها تلت في 2. التلت مكرر مرتين، تبقى الإجابة تلتين. جميل. الكسر العشري دول 10 أجزاء، طب اللي تلونهم 7، يبقى ده يمثل كام؟ بيمثل 7 من 10، بيمثل 7 من 10. اللي بعدها، اجمع دي واجمع دي. أقول له ما ينفعش، يقول لي ليه؟ أصل دي مقامها 10 ودي مقامها 100. هتعملي ايه يا مودة؟ مودة ذكية، تقول لي نزود صفر هنا وصفر هنا. ليه يا مودة كده؟ عشان تبقى المقامات متجانسة. 100 100 نسيب المية ونجمع فوق، 10 و11 21، بس يبقى 21 على 100 اللي هي 21 من 100، ودي الإجابة أهي. العدد ده متفكك بالصيغة الممتدة وعايزني أنا أجمعه، ده كسر عشري وده كسر عشري وده صحيح. يبقى نجيب ال20 على ايدنا الشمال ونعمل بوينت. 3 من 10 يبقى هنا 3، 7 من 100 يبقى هنا 7، يبقى الإجابة الصحيحة 20 و37 من 100. نيجي للصفحة الثانية، 13 في كام يطلع زيرو؟ أقول له يبقى في الزيرو. جزار الأعداد، جزار الأعداد، الضرب في صفر يا ولاد. بنستخدم التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة. لو ظهر لك ايه؟ لو ظهر لي مجموعتين يبقى اعمده مزدوجه. عدد الاجزاء من 100 في الواحد الصحيح، يعني الواحد الصحيح فيه كم جزء من 100؟ هو من 100 يبقى فيه 100 جزء من 100، 100 جزء. طيب 3 على 11 في كم تبقى 6 على 11؟ نشد شرط الكسر. صح. نعمل ايه؟ نضرب في كم؟ مين جدع يقول؟ من جدع يقول التلاتة بقت 6، يبقى اتضربت في 2. الحداشر يا الحداشر، يبقى اتضربت في 1، يبقى الإجابة 2 على 1 اللي هي الـ2. وأنا عملت بسط ومقام عشان أنت ما تتلبخش. تمثيل البياني بالأعمدة يستخدم لتمثيل إيه من البيانات؟ لتمثيل إيه؟ ما دام أعمدة يبقى نوع واحد. طب لو أعمدة مزدوجة يبقى نوعين. 3 من 10 تكتب 3 على 10 من عشر العادي، يا وادي يا هادي. تمن اضربها في سدس، نجيب الإجابة ازاي؟ سهلة قوي. نشوف كده، البسط في البسط، اضرب دول في بعض، 1 في 6 ب6 والمقام 8،
خلصت يا مستر؟ اه خلصت. اجابتك مش موجوده يا مستر حامد. عارف ليه؟ لان دي اعداد زوجيه، علي اتنين فيها التلاته، علي اتنين فيها الاربعه، يبقى الاجابه النهائيه تلات ارباع. بعد تبسيطها لابسط صوره، الخطوط الرأسية والأفقية على الرسوم البيانية تعتبر إيه؟ برافو عليك، الخط الأفقي والرأسي، محور أفقي ومحور رأسي، تسمى المحاور. اللي بعده 5.2، فيهم كام جزء من 100؟ خدنا زيها، الجزء من 100 مش موجود، نحط مكانه صفر. طب هتعمل إيه يا مستر حامد؟ أكتب 520 من غير البوينت. ليه؟ لأن كلمة جزء من 100 حلت محل البوينت يا ولاد. كلام جميل، ما اقدرش اقول حاجة عنه. العدد العشري ده عايزه ايه؟ عدد كسري، نودي التمانية بعيد، وبدل 5 من 100 5 على 100. طب دي موجودة؟ اه موجودة، 8 و5 على 100 اهي. 54.1، فيهم كم جزء من 100؟ مش تستنى يا عم اما نكتبها. هي ال 54.1 بتتكتب ازاي؟ نكتب ال 54، وبدل الجزء من 10 البوينت بعد رقم. حليت يا مستر حامد؟ لا لسه يا بابا، انا حولت دي بس فوقيها. طب عمو عايز جزء من 100، يبقى نحط زيرو، وبعد كده نكتب الاجابه 540 من غير البوينت. شفت ازاي؟ يبقى خدت مرحلتين. التمثيل البياني ايه؟ بيستخدم لتمثيل البيانات من خلال أعمدة فردية، مادام فردية يبقى الأعمدة العادية يا فوزية. 60.1، فيهم كم جزء من 10؟ فكر نعمل إيه؟ نكتبها الأول يا مستر حامد. اكتب لي فوق 60 أهو، جزء من 100 يبقى بوينت زيرو، أنا لسه ما حلتش، أنا كتبتها بس. طب الراجل بيسألك فيها كم جزء من 10؟ الجزء من 10 الخانة دي، يبقى تكتب 6 بس، 6.1. سؤال جميل، أصغر قيمة للرقم 2 هي الاتنين دي ولا دي ولا دي؟ أقول له الاتنين اللي هنا باتنين، الاتنين اللي هنا باتنين من 10، الاتنين اللي هنا باتنين من 100، ودي أصغر قيمة يا ولاد، لأن الجزء من 100 أصغر من الجزء من 10. حول لي دي العشري، أقول له سهلة، ننزل الستة، 2 على 10 يبقى بوينت 2 من 10. فين الإجابة يا جماعة؟ الإجابة الأخيرة أهي. بقول لي تعرف تقول لي مسألة الضرب؟ شايف الشكل المظلل؟ آه. دول كام جزء؟ دول 7 أجزاء، يبقى كل واحد من دول اسمه سبع. سبع، طب السبع اتلون كام مرة؟ 4 مرات، يبقى الإجابة الصحيحة مين هي يا ولاد؟ السبع في 4، لأن السبع اتكرر 4 مرات. من عناصر التمثيل البياني وأنت بتعمل رسم بياني، مين في العناوين دول اللي انت ممكن تحتاج له؟ برافو عليك، عنوان المسألة، الحدوتة بتاعت المسألة بتتكلم عن ايه؟ مين في دول لا يكافئ 3 على 10؟ مش دي 3 على 10؟ اه هي 3 من 10، وهي 30 من 100 لان الصفر اللي زوده ملوش قيمة، وهي 30 على 100. امال هي مش مين؟ هي مش مين؟ هي مش التلاتة على 100، هي مش دي، دي لا تكافئ دي، لكن قد الباقيين. طيب 40 على 100، فوجئت لقيت البيه دي بقت 10، اقول له فهمتك يا لئيم، انت خبيت الصفر ده، والله لم اقلدك، يبقى الاجابه 4. شفتوا ازاي؟ 600 وعمل فاصله، يبقى ال 600 بعيد، ونعمل بوينت 51 من 100، ادي ال 51 من 100 يبقى البوينت بعد رقمين. مين من القصور اللي جايه بيمثل 5.1؟ أهي 5 من 100. يستخدم الإكس تلميذ واحد في التمثيل البياني بإيه؟ الجملة دي، إن كل إكس بتمثل تلميذ واحد، بتشوفها في أنهي تمثيل؟ برافو عليك، تمثيل النقاط اللي إحنا بنقول عليه مفتاح حل المسألة. 5 وعمل فاصلة، يبقى 5 أهي، ودي بوينت. 23.1، أهي. مين اللي يكسب؟ دي طبعًا اللي تكسب، لأن دي 32 دي 23. العدد الأكثر تكرارا على مخطط النقاط، أقول له الأكثر تكرارا اللي جاله إكسات كتير، ده جاله إكسات كتير، يبقى الإجابة هي مين؟ برافو عليك، الإجابة هي التلات أرباع، أكثر واحدة اتكررت، ونكتبها في المكان الفاضي.
الصيغة الممتدة للعدد ده نعملها زي الصيغة الممتدة يا ولاد، الصيغة الممتدة نفك كل عدد بقيمته الرقمية بقيمته المكانية. يلا نشوف كده، الخمسة في الأحاد بخمسة، السبع الزيرو ملوش تأثير، السبعة في الجزء من مية بسبعة من مية، ودي الإجابة آهية. السؤال اللي بعده، تمثيل البيان المناسب لدرجات أبرار ووسام، دول كم واحد؟ دول اتنين، مادام اتنين يبقى مجموعتين، يبقى الأعمدة المزدوجة. أي العلاقات الرياضية التالية صحيح؟ هسيبك أنت تدور مين أكبر من مين ومين أصغر من مين، مش هتلاقي صحيح غير دي. اشمعنى دي معاها جنيه دي معاها زيرو، يبقى الجنيه أكبر من الزيرو، يبقى دي الصحيحة، أما الباقي مكتوب بطريقة خاطئة. ها، 6 على 10 اللي أنا أقدر أحولها لإيه فوقيها؟ 6 من 10 أكبر من مين؟ العلامة فاتحة بقها ليها، يبقى أنا عايز أجيب الأصغر يا واد يا مهدي. المهدي يقول لي الإجابة يا مستر حامد أكبر من 6 من 10 أكبر من 16 من 100، الإجابة دي 4 أحاد و9 أجزاء من 100، أدي الأربعة أحاد بوينت، 9 من 100 يبقى 9 زيرو بوينت. طب مين اللي يكسب دي ولا دي؟ نوزن المسألة، تبقى دي 49، إنما دي 4 جنيه، دي 9 جنيه، يبقى 9 جنيه تكسب حتى لو ما كنتش حولت. كلام جميل. السؤال اللي بعده، أي من الموضوعات التالية، في واحدة لسه، في واحدة يا مستر، دي ولا دي؟ أقول له معرفش، يقول لي ليه؟ لازم أحل دي الأول. 4 عشرات يبقى 40، ودي بوينت. 5 أجزاء من 10 أهي، ده شبه بعض بالظبط، يبقى يساوي، واختارها. أي من الموضوعات التالية أقدر أمثله بالنقاط؟ بص كده، مين أنسب حاجة تمثلها بالنقاط؟ إن أكتب طول كل تلميذ لوحده، أكتب الأطوال جنب بعض. طيب إزاي تجمع دول؟ أزود صفر هنا وصفر هنا، 100 100 نسيب المية ونجمع فوق، 22 على 100 يبقى 22 من 100. ها، 3 و1 من 10 أصغر من مين؟ أسيبك أنت تجاوبها. 1 و3 من 10 قد مين؟ أقول له قد 1 و3 من 10. يا مستر حمد انت بتكتبها زي ما هي، اقول له استنى بس استنى، وازود اصفار على اليمين، انت زودت، هنا زادت صفر على اليمين، يبقى دي اللي قدها، يبقى المستر نقلها زي ما هي، وبعد كده زود صفر على اليمين. الصفر ده في وجود العلامه العشريه ملوش تاثير. العدد ده في كم جزء من 10؟ الجزء من 10 موجوده، يبقى نضمهم سوا من غير العلامه. لتمثيل دول 3 سم 5 سم 2 4 4 نستخدم التمثيل البياني بإيه؟ في نمرة 36، مادام كل طول لوحده يبقى نستخدم النقاط، لأن كل واحد هيتعمل فرادة. اللي بعده، الاتنين دي هي دي، 3 من 10 هي دي، يبقى باقي لي الخمسة، بس ما تقولش خمسة، ده اسمها 5 من 100، علشان في بيت الجزء من 100 يا سعدية. إزاي نجمع دول؟ سهلة، الأربعة تيجي شمال، وأدي البوينت، والكسر العشر يجي يمين، خلصت المسألة. كل ما يلي أقدر أمثله بالأعمدة لمجموعة من التلاميذ ما عدا مين؟ مين الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تمثلها بالأعمدة؟ اللون المفضل لدى البنات. طيب، إنما الباقي أقدر أحط كل واحد لوحده وأمثله. القيمة المكانية للرقم 5، الخمسة واقفة في أنهي بيت؟ تاني بيت. الجزء من 100 يبقى بيتها إيه يا ولاد؟ جزء من 100. نيجي لمين؟ للسؤال اللي بعده، هو سؤال أكمل، وده هيبقى له تسجيل لوحده بإذن الله. يا رب يكون الشرح واضح وسهل وبسيط يا ولاد.